محمد بعون من الله تعالى وتوفيق. شوطنا السابع الخاص بأيضا الحول المحليات الأصايل لأصحاب السمو الشوخ في انطلاقة مساء هذا اليوم، وشوطنا السابع في انطلاقاته وتحدياته هنا على أرضية هذا الميدان. نتابع معكم المسيرة، نتابع الانطلاقة في جوائزنا النقدية، وهنا على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول سلهودة للسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع أحمد بن سلطان بن رشيد من تأتينا على الصدارة على المقدمة. هدانا في المركز الثاني للسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة عبد الله بن سالم المسافري، وهنا الشاهينية. ثالثا للسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع محمد بن سعيد بن حلوة، وعلى المركز الرابع في هذه الانطلاقة هنا تأتينا بهذه الانطلاقة في هذه المسيرة لهجن الرئاسة بهذا الانطلاق. هنا في هذه الانطلاقة إذا لهجن الرئاسة بقيادة المضمر السيد ايضا السيد بن حمد بن دري الفلاحي، بينما المركز الخامس خلال هذا الانطلاق او سعيد بن دري الفلاحي في تضميرها من تأتينا بهذه الانطلاقة والتحدي، بينما المركز الخامس في هذه اللحظات الشايبة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم علي بن سالم بن خالص الكتبي في التضمير صناعة، تأتينا في هذه اللحظات على المركز ايضا السادس هجن العاصفة بقيادة حمد بن راهد بن حمد بن غدير سلهودة، سابعا لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة مطر بن سيف بن لاحج الهايري، بيان قادمة لسمو الشيخ زايد بن المرب مكتوم المكتوم محمد بن علي العويسي في التضمير، بينما تاسع المراكز من الجانب الآخر هناك تأتينا هنا الشايبة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع السهيل بن مبارك بن مرخان، وعلى المركز إذا هناك نشوة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، عاشرا مع طارش بن مبارك بالقوبة. انتهينا من المراكز إذا العشرة الأولى، فقط نذكركم بصاحبة أفضل توقيت زمني حتى هذه اللحظات هي ريمة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة أحمد بن سلطان بن رشيد، سجلت توقيت زمني 9:19 أربع أجزاء من الثانية هو التوقيت الأفضل حتى هذه اللحظات مع ريمة المتمسكة به حتى اللحظة. نتابع معكم ونعود هنا إلى الصدارة إلى المقدمة إلى سلهودة من تسيطر على زمام الأمور سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، كما سيطرت ريمة بالتوقيت الزمني مع أحمد بن سلطان بن رشيد في التضمير الدانة. تأتينا على ثاني المراكز سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع عبد الله بن سالم المسافري كابتن الطياره، يتواجد هنا ايضا مع الدانه وما قاد الدانه في التضمير ايضا. المركز الثالث تتواجد هنا في هذه اللحظات الشاهينيه لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع محمد بن سعيد بن حلوه، والشايبه وصلت الشايبه لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع احد ايضا الشباب المضمرين سلطان بن عبد الله بن شر الخاطري. مشكور يا ابو عبد الله على هذه الاسماء الجميله في هذا المساء. المركز الثالث، المركز الثالث الطياره لهجن الرئاسه عيسى بن احمد بن مايد الخيالي في التضمير، هناك الشاهينيه سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع السهيل بن مبارك بن مرخان، والطياره قادمه ايضا هنا تبحث عن طيران جديد الى المقدمه سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع عتيق بن سالم بن عرطي الحميري، لفته قادمه من هجن العاصفه مع الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير، وهنا الوصول من سلهوده لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع المنتشي مطر بن سيف بن لاحج الهايري. تاسع المراكز الشاهينية قادمة هنا من هجن الرئاسة
احمد بن مطر بن مايد الخيالي في تضميرها من تاتينا بهذه الانطلاقه المتميزه. عاشر المراكز بن صغان لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم سالم بن نايع بالشاوي الغفلي في تضميرها. هذه هي نتائج للمراكز العشره الاولى. ثاني ندى للمراكز العشره خلال الانطلاقه خلال المسيره خلال التحدي هنا في هذا الشوط وعلى ارضيه هذا الميدان. نعود الى المقدمه، نعود الى الصداره، نعود الى المركز الاول، نعود الى التغيير الذي طرا وجرى على الصدارة على المقدمة على المركز الأول. والطيارة طارت على المقدمة، طارت الطيارة على صدارة على المركز الأول من هجن الرئاسة بقيادة عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي. من تأتينا على الصدارة على المقدمة على المركز الأول. سلهودة في المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم مع المضمر السيد أحمد بن سلطان بن رشيد. بينما المركز الثالث والمتواجدة هنا الدانة، الدانة في صلب المنافسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم، عبد الله بن سالم المسافري من يقود الدانة كما قاد أمها أيضا الدانة في أيضا المواسم السابقة في تضمير ممتاز. مشكور يا راعي الطيارة على هذا الأداء المميز. بينما المركز الرابع تأتينا الشايبة في رابع المراكز لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم أحد الشباب المضمرين سلطان بن عبد الله بن شر الخاطري، يدفع بها إلى المقدمة ويزج بها في هذا الشوط للمنافسة. هنا لفتة القادمة من هجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير. وعلى المركز إذن السادس الوصول هنا من الشاهينية سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم السهيل بن مبارك بن مرخان في التضمير. ومن الجانب الآخر الطيارة سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم مع المتمرس هنا عتيق بن سالم بالعرضي الحميري. والقادمة القادمة الشاهينية من هجن الرئاسة بقيادة الفيلسوف أحمد بن مطر بن مايد الخيالي في هذا الانطلاق والتحدي. مشاهدينا الكرام المركز التاسع تأتينا سلهودة تاسعا لسيدي صاحب السمو شيخ محمد بن راهب بن سعيد المكتوم مطر بن سيب اللاحج الهايري في التضمير. وعلى المركز العاشر القادمة هنا على عاشر المراكز في هذه الانطلاقة سلهودة لسمو الشيخ أحمد بن مكتوم بن جمعان المكتوم سلطان بن سيف المقبالي في تضميرها. ولكن أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة، أعود إلى التحدي، أعود إلى الطيارة. الطيارة من تسيطر على زمام الأمور، تسيطر على الصدارة، تسيطر على المركز الأول. الطيارة من هجن الرئاسة بقيادة عيسى بن أحمد بن مايد لخيالي أحد هنا أيضا من ظهر اسمه ولمع في سباقات هذا الموسم. هنا الدانة من تأتينا على ثاني المراكز لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم عبد الله بن سالم المسافري في التضمير. لفتة 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 ولفتتها جميلة على المركز الثالث رهجنا العاصفة بقيادة أحمد بن راشد بن حمد بن غدير. وهنا هنا الوصول من الشاهينية من هجن الرئاسة أحمد بن مطر بن مايد الخيالي في التضمير مع رجل الأمتار الأخيرة. وهنا الوصول من متصغان سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم سالم بن نايع بالشاوي الخلي في التضمير. خماسية جميلة، خماسية بقيادة الطيارة، الطيارة على الصدارة، الطيارة على المقدمة، الطيارة على الفوز، الطيارة على الناموس، الطيارة من هجن الرئاسة بقيادة المضمر عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي على المقدمة على الصدارة على المركز الأول في هذا الانطلاق في التحدي في الإثارة. ما شاء الله انطلقت بالفوز، انطلقت بالناموس، والشاهينية قادمة أيضا بنفس الشعار أيضا هنا هجن الرئاسة وأيضا أحمد بن مطر بن مايد لخيالي في التضمير. ولكن سلام الرئاسة، سلام سلام على هذا الفوز الجميل. هنا أيضا للطيارة تهانينا لهجن الرئاسة، تهانينا لعيسى بن أحمد بن مايد لخيالي المركز
الثاني من نصيب هنا الشاهينيه لهجنه الرئاسه المركز الثالث من نصيب بن سوقان سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن رابع سعيد مكتوم، المركز الرابع سلهوده سمو الشيخ حمدان بن رابع سعيد مكتوم، المركز الخامس الدانه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم، سادسا سلهوده لسمو الشيخ احمد مكتوم بن جمعه المكتوم. ونعود الى التوقيت الزمني مشاهدينا ومتابعينا الكرام خلال هذا الانطلاق والتحدي 9 دقائق 34 ثانية، 6 من الأجزاء من الثانية هو التوقيت الزمني الذي سجلت الطيارة من هجن الرئاسة. تهانينا العيسى بن أحمد بن مايد لخيالي، بينما المركز الثاني كانت بن صغان من الجانب الآخر سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راهب بن سعيد مكتوم مع سالم بن نايع بالشاور الغفري 9 دقائق 35 ثانية، 8 أجزاء من الثانية. أما المركز الثالث فكانت الشاهينية من هجن الرئاسة بقيادة السيد أحمد بن مطر بن مايد الخيري 9 دقائق 35 ثانية، 9 من الأجزاء من الثانية. تهانينا وناموس، تهانينا للجميع.